Le partage, donc vous démarrez l'enregistrement s'il vous plaît. Et voilà, c'est bon, il est démarré. Ben. Bohatchouf le partage. Hey, Imen, c'est bon, hein? C'est partagé. Boha. Oui, Imen, partagé. Juste arme plein écran, t'as. OK. صباح الخير ومرحبا بكم الناس الكل في مبادرة من داري نقاري صغاري. المبادرة هذه اللي عملت فامي ليفينمون فامي كود فيك. وبالنسبة لليوم جو في اسيوري انا وزميلتي ضحى جماعي الاور اوف كود. انا معكم ايمان سيسي استاذة اعلامية من معهد 9 ابريل تونس. زميلتي ضحى تفضل قدم روحك. بون نورمالمون يعرفوني اسمي ضحى جماعي، نقري استاذه اعلاميه في المدرسه الاعداديه مصطفى خريف بجندوبه، ومرحبا بكم. يعني متحصلين احنا دونك اساتذه والحمد لله مجددين، متحصلين على عدد جوائز يعني محليه وعالميه، ومرحبا بكم. نحب ننشروا دونك الثقافه الرقميه، التعليم على البعد، ومشكوره المبادره برئاسه مدام وداد الرزقي، مشكوره استاذه الرياضيات اختنا وزميلتنا اللي هي يعني لمتنا برشا اساتذه ومدربين مدربات خاصه، يعني باش نفيدوا الصغيرات ونفيدوا زملائنا في تونس وفي الخارج كيف كيف معناها. باه ضحى جوست باش نشره الزملاء اللي معانا توا باش نقول لهم ان شاء الله او بو دونا في ظرف ساعه ان شاء الله الناس الكل وزوغي سيرتيفيكا كيف من هذه. دونك هذه هي سيرتيفيكا تحصلت عليها زميلتنا ضحى جماعي وقت اللي عملت وقت اللي بارتيسيبي اور اوف كود. وكيف كيف نفس السيرتيفيكا حصلت عليها انا ايمي سيسي بعد سويعه برمجه. وتو تشوفوا حاجة تخي سمباتيك هكا وتحفونا ونجموا نستغلوها في الوقت اللي نبداو نقريو تلامذتنا. تفضل زميلتي ضحى هذيك الكلمة. جو في اغيتي لو بارتاج. باهي ميرسي يا ايمان يعطيك الصحة. دونك قبل ما باش نبدو في الجو جست دقيقتين باش ناخذ من وقتكم باش نحكي لكم على الاور اوف كود. يعني كبداية تعليم الصغيرات اللوجيك معناها اللوجيك، وكيف كيف بعد اللوجيك يتعلموا لوجيك والبروبلم سولفينج، يعني بروبلم سولفينج حل المشكلات. يعني الاور اوف كود اللي هو تبدا تلعب معناها بطريقه اللي انت تتعلم البرمجه وانت تلعب معناها حاجه. الحقيقه هي اول اكتيفيتي نعملها ديما مع تلامذتي باش ندخلهم البروغرام السكراتش، ديما نعمل لهم هذيك ديما كل عام فما كالاسبوع ولا العشر ايام الاور اوف كود. كيف كيف نحاول نوريكم توا يعني الايموشن يعني الموتيفاسيون تاع التلامذه. نحب نوريكم رابيدمون سوي ولا وقلت عملتها انا على الاور اوف كود، يعني تحفونا على الاخر باش نوريكم كيفاش الصغيرات يتعلموا وهما يلعبوا وحاجة موتيفية على الاخر. يعني مش كيما تيليشارجي صغيرك ابليكاسيون من البورتابل والتابليت ويقعد يلعب ويولي ادكتد، لا الاور اوف كود ميسالش انا ماذا بيتش الصغار الكل يلعبوا اور اوف كود، خاطر هي باش تعلمهم برشا حاجات. هما قاعدين يلعبوا ريالمون، هما قاعدين يلعبوا يحسوا في روحهم يلعبوا، مي راهو او فون راهم يتعلموا في حاجات اكستراوردينير، يتعلموا في البرمجه، يتعلموا باش يتعاملوا على رواحهم دونك كحل المشكلات هذوكم الكل، ويتعلموا لي بلوكس، هي النوسيون دو بلوكس معناها نلقوها من بعد في كل لوجيسيال لي زوتيل باش يخدموا بهم في الكوليج، كيما السكراتش سيتيام اني قروا فيه، كيما من بعد في لاب انفنتور وفي الميكروبيت في نوفيام اني، من بعد في الباك كيف كيف. دونك هذاك الكل في السكوندير بلوتو، دونك باش يهز معاه الباجاج هذاك الكل. دونك البروغراماسيون باش تولي لعبه بالنسبه ليه. واحنا بالطبيعه تعرفوا المستقبل صغيراتنا اول حاجه
دونك لونجلي ومن بعد البروغراماسيون ديفلوبمون دونك المستقبل نتاع العالم الكل مبني على الديفلوبمون معناها تو سكي بروغراماسيون الروبوتيك هذيك هو مستقبل صغيراتنا دونك نتعدى تو رابيدمون كانش لقيتها السوي نوريها لكم ونتعدى دونك للاور اوف كود عندكم بالضبط اذا كان انت في ساعه تكمل الكود نتاعك يلزم في ساعه ماذا بيتنا الناس الكل معنا اليوم يكملوا في ساعه باش يتحصلوا على الشهاده نتاعهم دونك الشهاده هذيك بالطبيعه باش تبارتاجوها لنا في الجروب من داري نشارك بافكاري وباش تحفز الصغيرات الاخرين ولا حتى كبار راهو معناه احنا في العمر الكل يعني تحفونا على الاخر يعني نجم كبير صغير استاذ يعني سيكوندير فاكولتي بريمير نبدو من 3 سنين حتى من ابار من ابارتير من 3 ans نجم تتلعب ثم دي جو ساهلين يبدا البارون بحذا ولده صغير ابارتير حتى من 3 ans 5 ans يلعب وحده تحلو يلعب وحده معناها هي لي كابابل دو جوي وباش يحط لي بلوك في بلاصتهم الصحيحه دونك رابيدمون هكا باش نوريكم كان لقيتها السوي بيسالش في اخر الحصه كان لقيتها تنوريها لكم توا اون فا كومونسي جو بارتاجي مون ايكران نوريكم كيفاش باش نمشوا ندخلوا للسيت بتاعنا اللي هنا بليزيور ميثود بالطبيعه باش ندخلوا فوالا معايا الناس الكل باش نجي لهنا نحل فينتر جديده اللي بارتاجي ايمان مون ايكران mon écran est partagé, Ayman. Allô. Hey, oui, oui, partagé. Donc, قبل ما ننسى بالنسبة كان ثم زملاء معانا راهم الكود.org راهي فيها الدوكيمون بور لي زونسيون ما فيهاش كان الاور اوف كود معناها فيها برشا حاجات فيها ديكور فيها دي بيداغوجي فيها حاجات جديدة لينوفاسيون الكل تلقوها في الكود.org دونك ندخلوا الكلنا نافيغاتور جديد مع بعضنا طول الموند باش نبدو راهو ساعة عندنا الحق كان في ساعة كهو هي اور اوف كود هي ساعة من البرمجة دونك ندخل اي نافيغاتور عندي في الاورديناتور متاعي ونمشي للبرد ادريس ونكتب كود .org كريتوها كريتوها ولا لا وي بوخا نشوف فيك كود.org باهي انتوما توا كان جاتكم بالفرنسيه ولا بالانجليزيه تهبطوا لي لهنا وتغيروا اللغه ايمان سيل تو بلي اسكو فو بوفي بروندر كلكو سكرين شوت الله يبارك فوري ا ميزور حطهم حتى في الديسكسيون انت تشيني با مسيل شنو نحطهم على دوكيمون باهي داكور باهي ندخلوا الناس الكل للباج هذه code.org داكور تحبش انت حتى تمشي على جوجل وتكتب اور اوف كود تو يجيك اليالور تدخل له دونك وباش نمشي نحبوا نبدلوا بالنسبه انا ما نعرفش الترونج داج الموجوده معنا اليوم دونك تلعب انجلي نلعب فرنسي دونك اخترنا انا وزميلتي ايمان صديقتي العربيه اللي هي دونك نجم سورتو للصغيرات نتاع البريمير باش يلعبوا مرتاحين الناس الكل وهاكا من بعد كي نكملوا اللي حاب يبدل اللغه اللي حب عليها ويعاود يلعب لي جو ما شاء الله يعني دونك فما الشوا الكل وفما حاجات صعيبه وفما حاجات سهله وفما حاجات ميديوم معناها نيفو انترميديير فما نيفو افانسي فما نيفو ديبيتون دونك تنجموا هنا تنجموا بالطبيعه من بعد تلعبوا بشويه بشويه جافونس وحدي في الدار ونمشي بالافونسمون من نمشي من الاول من الساهل للمتوسط للصعيب اكسيتيرا به لهنا دونك فو شونجي سيل فو بلي اللغه العربيه تلقوها اول حاجه اذا كان عندكم فرونسي باش تجيكم هي انجلش راهي اوتوماتيكمون باش تجي الانجلش تبدلوها لي عربيه C'est bon tout le monde? Sirari, Maya. Doha, سامحني ما نلحقش كونيكسيون من غير كونيكسيون خاطر الناقم فوق قال لي كونيكتي من غير ما الكونيكسيون ديريكت ندخل ابروند. سامحني مدام تفضل. قلت لك من غير ما نعمل كونيكسيون ديريكت نمشي نعمل ابروند هكا هو. اي انت وين انت لهنا باش تمشي ابروند؟ اي انا تو اي. اي دخلت معناها انت في الفرنسي باش تمشي ابروند. داكو باش جوست باش نبدل اللغه تاو اي هي سي بون وين وين في الكود دو بار وين حبينا الناس الكل يا مادام نلعبوا بالعربيه ومن بعد انت بدل اللغه تحل عليها ما يصيرش ما يصيرش انا قلت لك وين نبدل اللغه ما عرفتش تهبط لوطه بالكل بلوطه بالكل ريتها لوطه بالكل هنا هاوكا وتي با شونجي العربيه تلقاها اول واحده الفوق اتفقنا به يلا يبارك لك بوحا سامحني اي تفضل Juste notre niveau de Zoomalé, tu as un ami qui doit, on va assurer cette formation de Hour of Code. Ok, il y a un doux aïsoué, il y a un levé la main, ou un attendu ou il y a un kelma. Marhabé, bico.
اي ماذا بيتنا ايمان الناس الكل نعم. تدخل نفس اللي تاب باش تبدو مع بعضنا واضح معناها حتى كان نسب واحد باغ اكزامبل ينجم يوقفنا وي مدام ريم تفضل سامحني الكونيكسيون كانت طايحه توا كي دخلت ما عرفتش شنو نتبع معاكم باهي مرحبا بيك عايزك جوست يا مدام ريم تدخل للنافيغاتور نتاعك مازلنا كي بدينا رانا احنا تدخل تكتب code.org بعد ما تكتب code.org تدخل للباج تلقاها انجلي ولا فرونسي تهبط له لهنا وتبدلها للغه العربيه ها هيك هيك الفوق بالكل اللغه العربيه اوكي واضح مدام ريم اي يعطيك الصحه اي مرحبا بيك إيه إذا الناس الكل وصلنا للمرحلة هذه النجم نقدمه. سي بون، أون أفونس ها. تبديل اللغة. شكون يا جماعة مازال ما عملش تبديل اللغة عربية؟ يتفضل يرفع يده. تفضل ضحى. باهي دونك توا نتعدوا. ضحى. وي معاكم دونك نتعدوا توا اوكي ابدا التعلم الناس الكل تضغط على الزر هذا على البوطون هذا ابدا التعلم فوالا باش ندخلوا الباج هذه قلتوها الباج ندخلوا ليها ريت وانا قلت لكم من الاول قلت لكم راهو عندنا لي كرونش الكل عندنا برشا حاجات في الـ في الـ في الكود.org مش كان لورا في كود يعني برشا حاجات باهي دخلنا لكل الباج هذه والا لا نمشيو ساعة من البرمجة نقفوا عند ساعة من البرمجة توا باش نختاروا الجو نتاعنا نمشيو احنا لهنا اون فاغ اور اوف كود اجوردي ساعة من البرمجة دونك باش نمشيو نختاروا جو ساهلة دونك مزيانة نلعبوها مع بعضنا ويلزم في اقل من ساعة نكملوها باش ناخذوا الشهيد نتاعنا داكور الناس الكل سي بون واضحة ضحى ضحى وي وي تفضل قدم اذا كان واحد من الزملاء فتنين والحاجة تو يعمل لوفي لا مان ويوقفنا ويستنى ماينكرافت تو باش نمشي انا نختاروا دونك عدنا لهنا برشا باش نمشوا هنا شوفوا عرض المزيد وتلقوا معناه عدنا هذه مزيانة على الاخر دانسي بارتي هذه نلعب فيها مع تلامذتي تحفونا على الاخر يتعلموا الكودينغ ويعملوا دانس في القسم حركات يعودوها الكل مع بعضهم ونعملوا حتى سيشن سكايب ويشوفوا تلامذة من برا من امريكا ومن كندا يشتحوا وهما يعملوا في الكود معناها تلميذ يلعب ويعمل الديفولمون يعمل الدانس ويعمل الكودينج يعني at the same time في نفس الوقت يعني حاجة extraordinaire اللي يجون كلهم مزيانين هذه أنا وإلزا كيف كيف نستعمل فيها في باش pour introduire l'outil scratch للتلامذة دونك تحفونا على الاخر كيفاش يبدا بالكاري بشويه بشويه حتى تولي كومبليكي للشيما ويوصلوا يعملوها في ساعه زاد كيف عندنا 20 ستيبس لهنا تو باش نعملوا حاجه اللي هي تحفونا زاد كيف ماينكرافت نعرفكم الزايرات الكل يحبوا ماينكرافت ندخلوا ماينكرافت عندنا اربعه لهنا عطتنا ماينكرافت اربعه غراتوي فري ها هما لهنا موجودين في الاور اوف كود باش نختاروا واحده دونك ايمان تختار لنا واحده ايمان اي انا نختار ماينكرافت فواياج اكواتيك فوالا دونك نبدو بهذه مثال جلوله ابدا هاكا وماذا بينا الناس الكل ناخذوا نفس ما تحلوليش الفيديو اي ايما هنا باش تلقوا فيديو توتوريال معناها من غير ما تحلوه تنجموا بون بعد انتم تدخلوا لي جو الاخرين كل جو تدخلوها تلقوا فيديو تلقوا فيديو معناها ديتاي معناها ريتو تلقوا ان فيديو معناها اللي هو باهي خليني انا نسكر باهي جو في ريفينير بور اكسبتي باهي بالنسبه شكون دخل معنا تاو خليل يا خليل خليل اللي دخلتوا تاو شكون بالله خليل
ولدي شنو هو اسمك اللي دخل توا؟ به يا خليل ايهما به. دونك جست باش نعاود فيت في جماعه لما دخلوا توا، دونك باش نمشي انا نكتب code.org هنا code.org في نافيغاتور، من بعد نمشي نبدل اذا كان لقيتها فرنسي ولا انجلي نبدل لهنا العربيه نلقاها لوطه هايكه في الاول فوق بالكل، ومن بعد نمشي ابدا التعلم. كي نبدا التعلم باش نختار ساعه من البرمجه ونمشي ماينكرافت باش نلعبوا الناس الكل لعبه واحده، ومن بعد انتوما كي تكملوا تتعلموا هذه تنجموا تلعبوا شنو تحبوا حتى نيفو افونسي راهم حتى للكبار صعيبه، معناها ما تكمل هكا ساعه من البرمجه المات راسيلك معناها حاسيلو ايفور كبير وتخميم وبرشا حاجات، معناها فيها بروبلم سولفينغ فيها تخميم فيها كومبيتيشنال ثينكينغ فيها برشا حاجات. باهي لهنا نكمل مع بعضنا باش نبدو توا. احنا اختر شخصيتك، تحب ستيف ولا أليكس؟ الصغيرات اللي معانا ولا حتى الزملاء الكبار اللي يحبوا يلعبوا معانا يختاروا الشخصيه اللي يحبوا يلعبوا بها توا. صافي بيان تو ميم، ما فماش حاجه، ما فماش ديفيرون، جوست اسم الشخصيه وكهو. جوست هنا انا باش نختار مثلا أليكس، وانتم كيما تحبوا. انا باش نختار أليكس. باهي انت توا ايمان ما تنجمش تعمل بارتاج ديكرون معانا. لحظه بركه هاني باش نحاول. انا بارتاج ديكرون كل ايتاب واحد باش يبارتاجينا ليكرون راه. ما تبي انا بيتي. يا سيور كل واحد احنا عملنا لعبه سهله باش يكفينا الوقت في ساعه نجموا نتعلموا ونلعبوا وناخذوا الشهاده او ميم طون. اكزاكتومون، دونك اذا كان واحد من الزملاء يتفضل يبارتاجي ليكرون تاعو. اي عملنا لنا ليتاب الاولى هذه. اكزاكتومون. تحتاج الى امدادات هيك موافق جوست هذوما البلوك باش نهزوهم لهنا. ها باش نحركوا احنا أليكس. شكون يبارطاجي الكرون تاعو يا جماعه معنا؟ بارطاجي الكرون يورينا عاد، مانيش انا باش نوريكم كيفاش باش نعملوا الكود هذا سهل. اي نبدا انا ضحى اي ميسيال شجعهم جو فاريت لو بارتاج وريهم الكتاب لا رابيدمون. هيا عاد تشجعوا الكتاب الثانيه واحد باش يبارتاجينا. يقول لك استنيني سي بون لو بارتاج. اي ايمان واضح بارتاج. دونك لهنا يقول لك تحتاج الى امدادات الرحله التي بانتظارك، اجمع مركبا من الصندوق. موافق. لهنا شنو نلقاو؟ نلقاو لهنا هذا ما عادش انا اخترت ستيف ولا أليكس، يحب يوصل لك الصندوق هذاك. دونك شنو باش يعمل؟ باش يقدم مره اثنين. عندنا لهنا تحريك الى الامام، وعندنا لهنا دور الى اليسار. هو لهنا باش يقدم، مش باش يدور لا على اليسار لا على اليمين، خاطر لهنا كان شفتو كي نحلو اليسار نلقاو اوبسيون اليسار اليمين، لهنا احنا مانيش مستحقين انه يدور على اليسار ولا يدور على اليمين، حاجتنا بيه كان باش يقدم القدام. فرضا انا ما فقتش بيه اللي هو باش يقدم مرتين، نجرب نعمل تحريك الى الامام وحده ونجي لهنا نعمل تشغيل، نلقاه لهنا يقدم مره بركه ما وصلتش انا للوبجيكتيف نتاعي، نزيدو مره اخرى تحريك الى الامام، نقول انا بلكشي هما ثلاثه راه تحريك الى الامام. شنو باش يصير لهنا كي نعمل لهنا اعاده تعيين تشغيل مره اثنين ثلاثه؟ اما لهنا هذه زايده، هي كي تشوف انت لهنا مساحه العمل تلقى روحك انا نحاول مره اخرى. هو لهنا قال لك نورمالمون تعمل ثلاثه مربعات برمجه اكاهو، واحد اثنين ثلاثه، انا عملت اربعه دونك هذه زايده. نعاود اعاده التعيين تشغيل وصل للوبجيكتيف. ان شاء الله الناس الكل خدمتوها معانا هذه باش اللي يعمل معانا البارتاج ديكرون باش يبدا ديجا تعدى لستيب 2. دونك نجي لهنا نعمل الاستمرار. هذه الثانية. جو في اغيتي لو بارتاج، واذا كان واحد من الزملاء ولا من الصغيرات يبارتاجي سون ايكرون. ماذا بيا ما نقعدوش نخدموا انا وضوحها.
باهي اون ديزيني دو حاج قولك اي هذيك هو اللي يلزم راه ميسالش راهو باش نتعاونوا باش نتعاونوا مع بعضنا راهو معناتي تبارتاجي وتورينا تفضلي ماي هاي مدام ريم خذت الكلمه اي مدام ريم تفضل شكون يلعب ولدها ولا بنتها ولا هي اي مرحبا بهم اي حتى الكبار باهي ليهم هذوما الكلنا تفضل مدام ريم مدام ريم بارتاجي فوتر اكران سيل فو بلي فوالا تفضل يعطيك الصحة يا مدام ريم من عرش مدام ريم انت خدمت تقريب ما غير ما سمعنيك تحكي تقري فينا هو الميكرو مسكر وما فقناش بيه يسكيب حدنا باهي باهي جيست سمحني مدام ريم خنشوف شكون الزملاء الكل عملوا ستيب تو ولا سينو تعاود هنا بالله يا جماعة اللي دخلوا توا وسامحني يا إيمان يمشوا code.org ويمشوا لي لعبة ماينكرافت أكواتيك استنى خليني نشوف الاسم كامل ماينكرافت فواياج أكواتيك دونك ويبدو يلعبوا معنا سهلة احنا وصلنا توا لستيب 2 معناها اللي تاب الثانية معناها تجمو تخلطوا علينا جماعة اللي دخلوا توا معناها ينجموا يخلطوا علينا يمشوا نافيغاتور يكتبوا code.org يمشوا يبدلوا اللغة العربية من اللوطة مدام عواطف دخلت معنا تلميذ ولا زميلة بالله شكون اللي دخل معنا تاو سيلفو بلاي ضحى وي يا إيمان نكملوا إجا نقولك نتصور أي زميل يدخل ولا زميلة سامحوني مرحبا بيكم سامحوني نسكن اي زميل ولا زميل يدخل مرحبا بيه واللي هاكا عينه باش اذا كان حس اللي احنا فتناه والا يحب يلحق علينا والا عنده سؤال عنده لوفي لا ما باش مع بيت تتحرج باش تتكلم مثلا تحب الاوبسيرف هكا هو اي باهي باهي مش مشكله ايمان هاي نكملوا نكملوا تفضل هاي مدام ريم توا عملت لنا ستيب 2 ما نعرفش اسكو الناس الكل عملتوا ستيب 2 ولا تطلعوش في التونه ديجا وصلتوا لستيب 5 و 6 تفضل مدام ألفا صباح النور مدام إيمان مدام بحاء مرحبا أهلا ألفا وين تفضل تفضل مدام ألفا نورمال مون ستيب 3 مدام ألفا لو بارتاج ما عرفش اسكو احنا مانيش قاعدين نشوفوا حتى شيء بارتاجي فوتر اكران سيل فو بلي لحظة برك تفضل عارفة علاش
حابش يمشي لك البرتاج مدام ألفا؟ أي بيه ألفا ألفا بيه أنت عملتي البرتاج علش ما مشالكش؟ شنين المشكلة؟ عمليها على الكران آه يا ألفا بيه مدام جليلة تونجي وكم بعد مدام ألفا مدام جليلة تحب ألفا البرتاج أعمليه على الكران آه شكون يعمل في البرتاج سامحني مدام ألفا مدام ألفا يا ألفا مانك ألفا مانك البرتاج افيك اكسبليكاسيون ما شاء الله ألفا راهي زميلتنا في الاعلاميه استاذه ممتازه في قطر يعني هربت علينا القطر ووصلت اسمع وصلت الستيب 6 ان شاء الله غيرك الزملاء ما يتغشوش علينا يقول لك فاتتنا لا لا احنا معنا نكملوا بستيب 6 احنا وصلنا 3 تو الحقيقة إذا متسيسوا علينا بشوي أبيك عليش تورينا التسيس ونرجع للتخوى يا إيمانة أنا وليدي ومرة نشوفه ماينكرافت أبيك سي عادل أنت وصلت للتخوى قلت لك أنا وليدي أول مرة ندخلوا ماينكرافت معناه الأول هذه أور أوف كود ماينكرافت ماينكرافت حاجة أخرى معناه هذه أور أوف كود يا ألفا ألفا ما شاء الله راي ضحى وي كمل هي ستيب 6 وبلي ناخذ احنا البارتاج نوريو للزملاء ستيب 3 هي خذي من البارتاج وريهم للستيب 3 ولا سي محمود واحد من صغيراته يورينا وانا ستيب 3 هاي سي محمود خذ البارتاج خلي صغير واحد من صغيراتي يورينا ستيب 3 كيفاش باش يخدم ونعاونوه هاي ستيب 1 سي محمود باهي مرحبا بك شوف سي محمود سامحني سي محمود سي محمود ولا سي عادل سي عادل محمود تسمع فيا فيك وي شوف لهنا اجا نقول لك شوف تشوف على يمينك اكل اعمل تشغيل باش تفهمني فاش قاعده نحكي تشغيل لحظه بركة سمحني رحني بركة تذكرت يا عمد ومشنو وغلي من في الوحدة هذه وين اسمع فيك يا مدام اعمل تشغيل باش افهمني فاش قاعدة نحكي انزع على تشغيل ميسيج شوف فوالا احنا اون بروغرامي سو بونوم باش نبرمجوا هلا عاود اعمل حاول محاولة اخرى مرة اخرى احنا باش نبرمجوا هذاك السيد هذاك باش كان شفت اللي هو عمل زوز فوالا يعطيك الصحه فهمتني فوالا اعاده التعيين يحاول ويعاود يحاول ويعاود بلوزيغ فوا حتى فوالا فهمني شنو نقصد هو واضح يعطيك الصحه فهمتك لا من الاول خليت ولدي يحاول على خاطر ميسالش تحب تعمل معنا ستيب 2 تحب تعمل معنا اللي تاب الثانيه تفضل مرحبا أي صغيرات ميسالش خلي يجربوا الاستمرار معناها لي تاب سويفون كي تبدا ربحت تمشي استمرار كي انت تعاود تشوفها كيفاش تعاود اعاده التشغيل استمرار باش تعدى لي تاب من بعد دونك اعاده التشغيل نعمل لا تعاود من بعد معناها استمرار تختار لحظه بركة امشي تشغيل استمرار لحظه تو نفهموك لحظه بركة استمرار وي فهمت وي فوالا تمشي الاستمرار تخي بيان مشي تعدي لك الستيب 2 توا تعدت لك ليتاب الثانيه هاي باش نخلي ولدي يحاول تفضل تفضل
حتى كان غلطت معناها مسيج 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 نحاول عدو ما نحاول عبدو لا سبعة انت محروض لا سبعة لا نزرع تشغيل باش تشوف نزرع تشغيل باش تشوف ميساج احكيو بالقوي باش نسمعوكم عاد دريت بعدين باش ترجع تمام دور الى اليسار خاطر هو لازم يدور على اليسار يمين عاد الى اليمين الى اليمين مش هذا نعم نشوف هذيك نعم ننزل على تشوف ننزل خير لي بالصور ننزل على واحدة ننزل تفضل خليك من الواحدة تشغيل انزل على تشغيل برافو صحيتك يا رجل صحيتك قلت لك نستي صحيتي استمرار انزل على الاستمرار صحيتك ها يا عبد انت فين لازم نجي بس تكمل معانا ليتاب 3 بعد ديك نعطيو الكلمه لزميلتنا جليله كريم عم برافو يد هي وزميلتنا جليله سعيدين تفضل هاي تشوف كانت تتكلموا بالقوي باش نسمعوكم باش نستفيدوا الناس الكل تكلم يا عبد تكلم يا كل ننقر على تحريك الى الامام صحيح بعديك نمشي التشغيل اه وصل ولا ما وصلش لا ممكن ما وصلش صحيت نزيدو نزيدو ها استنى شوي صحيت نوصل لو كان انزل اعاده بيسر نمشي شوفوا على انت دويز مقدم يسر هذيك نمشي الدور الى اليسار جرب هاي صحيت جرب جرب انزل على التشغيل ميسج صحيحة ولا غلطة؟ كلها غلطة ميسج غلطة مش ميسج صلح هاي انزلت معك تنزل على صحيح نرجع اسمعني يا رجل تسمع فيان نعم اقصد لي انت تعرف انت شفت الهدف نتاعك فينا شفت الهدف نتاعك الهدف نتاعنا كان اكل الحوته هذيك هكا قدامك طول 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 باه صحيت ايوه تحريك زيد 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 حاول رفع ما زلت ما وصلت زيد مش عاد الوام انزل سهل صحيح برافو شو اسمك انت يا رنجيل الاستمرار شكرا يا نستي نعطيه الفرصه لاصدقائنا شكرا بارك الله فيك سي خجونتي مرحبا يعيشك تفضل مدام جليله كريم كانت تحب تاخذ الكلمه مدام جليلة سعيدين تحب تاخذ الكلمة؟ مدام جليلة كريم مدام جليلة كريم هي نفسها راهو سعيدين ولكن هي من نفس الجزء داخلين بالحبل البيسي وبالتليفون مرحبا داكورد مرحبا بك مدام جليلة انت وصلت لستيب 10 ماذا بينا ترجعنا لستيب 4 عشان
وصلنا احنا وصلنا لستيب 4 دونك ترجعنا عايش في ستيب 4 وتعاودها لنا خلي اللي يوصل معنا ليش يرجعوا لستيب 4 انزل على الدوره الخضراء فوق تي تكليك على الخضراء ومن بعد ترجع لل10 نتاعك اللي وصلت لها 4 انزل على 4 الدوره الرابعه فوالا نحي اكل من الكود اللي في الوسط هذاك اعمل له بليتي ديبوزي هكا على اليمين لا اكرر راس هذاك واعمل له على اليمين pour le supprimer voilà وتفضل لك الكلمه باش تورينا كيفاش خدمت عسلامة نيسي عسلامة شنو حوالك لاباس لاباس هيا تفضل فسر لي كيفاش خدمت احشمة رب ما تقولي ليش مدام جليلة هذا أيوب هذا أيوب كريم وريان كريم ايه ستة سنين ايه أيوب تلعب معنا البارح وربحها هذا أيوب رابو اللي عفوة في سنة ومعه سنة سبعة ما شاء الله على ولدي ما شاء الله هذا البطل متاع البارح ما شاء الله ما شاء الله مدام جليلة تفصلنا الكود اللي عايشة في الميكرو بيت البارح ربح مدام جليلة من فضلك تعاود تفصلنا الكود اللي خدمته باش الزملاء اللي فما شكون يتبع فينا يسمعك هو اني والله انا ما فهمتش يا سلام معاك عمل كرر حتى تحقق الهدف ايوه وبعد تحرك الى الامام خاطرها مقابلته طول ذهلي اكزاكتلي خاطرها مقابلته صحيت يا ريان فسرنا انت خاطر ماما ما عرفتش تفسر لنا راه فسر انت علاش فسر لي انت خاطر انا ماما كي فسرت لي ما فهمتيش الحق عملت شو تحرك الى الامام واحده بس خاطر كان حطيت واحد ده برك يقدم ثلاثة خطوة واحدة أيوة يا أخي أنت شو عملت أيوة أشوفني حتى في المستوى التاسع إيه هذه استبكة تعطيك الصحة يا مدام جليلة ويعطيك الصحة يا ريان برافو مدام سيسي إيمان تحب تاخذ الكلمة عيشك مدام إيمان سيسي تحب تاخذ الكلمة ستيب 5 يا مدام إيمان معنا إيمان سيسي إيمان 136 معنا تلميذ ولا زميلة بيسيرش بارتاجي يا مدام ونعاونوك يتاب 5 كان ما وصلتش حتى يتاب 5 وين وصلت نكمل ونعاونوك في ساعة في ساعة مع بعضنا بيه دوحة راه بيكش عندها بروبليم دي كونيكسيون بيه شكون اخر اما نوتر فولونتير حتى تكمل مدام ايمان تريقل البيسي نتاعها الكونيكسيون البارتاج نور الهدى مدام نور الهدى تلعب معنا صباح الخير انا تو دخلت مدام في بالي العشرة مع الكونيكسيون سيتي يعني فابل دونك تو خلطت احنا ساعة مرة اخرى مشكل نور هدى ادخل code.org وادخل ريتها جو بارتاجي رابيدمون باش نوريك بي سيل فو بلي نجم تدخل علينا في ساعة في ساعة معناها اوكي بي فوالا داك نمشينا ريتي هاي جو جون بري بي ريتي ونمشينا احنا لهنا مشينا code.org انا نافيغاتور code.org ريتي اي شفتها فوالا باش تجيك انت الفيرسيون لهنا ماهيش باش تجيك عربي بيان سور باش تجيك يا انجلي يا فرونسي code.org اي تهبط لوطه وتبدل بالعربيه داكور عاد تلقاها الفوق وتمشي ابدا التعلم بعد ما تمشي ابدا التعلم تمشي تدخل لنا الساعة من البرمجة Hour of Code باش نلعبوا احنا لعبة اسمها تابعة الاربعة اللي جوي الموجودين متاع ماينكرافت اللي هي ماينكرافت فواياج اكواتي ابدأ تو تلقى جوست سهلة على الاخر تو توصل لينا في ساعة في ساعة معناه لتاب لولا مثلا تختار الشخصية متاعك وفي ساعة في ساعة داكور
معناها فيسع 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 معناها تخلط علينا به. وصلنا توا لنا الايتاب باهي ايمان نوريه لهم انا السانك مدام جليل ويضحى اليجي باهي شكون يحب يورينا السانك عفية وي نسمع فيك ايمان ايمان معاكم انا عارف انا اخذت نسمع مدام ايمان سيتي ولا انا مقبله نسمع في ايمان مدام ايمان تفضل تفضلي تفضل مدام ايمان تفضل بارتاجي لي كوم تاعك مرحبا بك هذيك علاش انا مش عارفه نسمع في ما تقول مدام ايمان سيتي وقعدت نستنى اسكو هي ولا ما فهمتش هذيك علاش باهي انتوا وصلتوا لي تاب سانك هكا ولا ليه باهي يعني نعطي الحركات خاطر انا فوتكم شوي نعطي الحركات بارتاجي لي كرون تنوروك واش باش تعمل نرجع نرجع سامحني انا حل على البي سي يعني بعتكم بالتليفون قاعده نحل حل على البي سي كيفاش نجم بارتاج باهي جو بارتاج نبارتاجي لك انا الكرون تاعي ورينا كيفاش باهي اتفقنا اوكي باش نمشي تاب 5 تاب 5 بارتاج لي كرون تفضل مدام هايك اللي تبسان نحيد لكم الكل على خطرك كرر حتى تحقق الهدف دخلتني بعد شوية بصراحة خطر أول مرة نلعبها باهي كرر هذه مدام هذه احنا احنا نسموها كيما البوك ريبيتيتيف معناها ريتو انت بالقليتاب لقبلها تحريك الى الامام تحريك الى الامبرشة مرات احنا كنا نجم نعودوها كرر الهدف بشواريك طريقة اخرى في بقعة انا نقعد نعاود انا العشرة خطوات نعودهم على الديس بلوك تحريك الى الامام انا نلخصها في هذه نسموها احنا بوكلة بوكل شنو هي يا ايمان الشين نتاعي انا اسمعني باش نعطيك الشين نتاعي وانت تحط هذيك كيفاش علاش خاطر انا عملتها نجي تتعاود تغلطني فهمت وليت نحيتها ومشيت حروبي وحدي باهي ورينا كيفاش نحهم الكل هذوما اي باهي ورينا تو كيفاش انا عملت اول حاجه دور الى الى اليمين الى اليمين سي بون اي باه بعد زود تحريك إلى الأمام معناها كرر تحقيق الهدف مرتين تاع إلى الأمام هكا معناها أنا توا هذه نجيب كرر هذه هكا ونحط فيها تحريك إلى الأمام هكا مرتين. أي لا أنا ما عملتهاش ما استعملتهاش نحيدها جملة قلت لك أنت إذا كان تحب معناها تستعملها أما أنا ما استعملتهاش أنا عملت تحريك إلى الأمام تحريك إلى الأمام خطوتين معناها هذه كودك معناها هذا صحيح كودك هكيك هكيك ومن بعد دور الى اليمين اي تبا وبعد أي. تحريك الى الامام تحريك الى الامام مرتين اي وبعد دور الى اليمين تخيل يا فوالا بي هذا الكود فوالا تشغيل شوفوه توا كودك صحيح ولا لا تري بيان الكود صحيح بون انت عملت طريقه طويله وصحيحه يعطيك الصحه اي تبغي توريني الطريقه الاسهل انت تو باش انا نعود تربحني باهي اش باش نعملوا احنا تو باش نمشوا الاذان نسوها احنا تري باش نمشي هنا انا باش نستعمل البوكل هذه اللي هي باش تربحني الوقت ما بقاش نعاود في الكود اذا كان عندي شومه طويله انا باش يعاود يدور برشا مرات باش نعبيها انا باللي كود لهنا دونك كرر حتى تحقيق الهدف ونمشي دور الى اليمين من بعد شنو هي مدام جليل مدام ايمان وبعد تاني صحيتك من بعد منين من بعد بعد لي اسنين ضيعت انا توا وين وصلت دور الى اليمين ضيعته لحظه برك انا توا باهي بعد الى الامام مش عاودها ولا ليه اي يعطيك الصحه فوالا تري بيان شوفوا تراه نحن صحيح كودك ولا لا مدام ايمانه تري بيان دونك احنا عملنا ميثود الطويله نتاع نتاعك وعملنا ميثود اللي هي تتسمى معناها سامبليفي اللي هي معناها لي بوكل هذاش تعلم الصغير معناها يتعلم اللي هو دونك نرجعوا للسانك سامحني ضحى هذه لحظه امانه بالله لحظه كي عملت هذيك كرر الهدف كيفاش وليت طويله باش تجي تحت بعضها تو انا كي حطيتها ما مشيتليش معناها
سمعتني يعني ريت ما مشت لكش صحيحه كما مشت لي انا علاش اغزر لي حطيت انا كر لتحقيق درت الى اليمين وعملت تحريك الوجه عملتها تحتها ما لصقتش فيها معناها فهمت قربها بلك دي شوف مدام شوف معناتها انا كي باش نجيب كود كي باش نجيب كود مثلا هكا ونحطه ولا نحطه هكا راهو يلزم يبدا معناها يلزم نستنى هذه تولي جان وتلصق نسمعها الصوت سينو ما يمشيش بتبيع الكود الكل يلزم يلصق في بعضه فهمت اي انا قصدي انك كي تعمل كر حتى تحقق الهدف ماك انت عملت المره الاولى دور الى اليمين ولا لا بعد تجيب التحريك الى الامام كيفاش لصقتها فيها هاي تلصقتها هاي حبيش تمشي لي انا كي نحطها كي تلصق معناها انت كيفاش تحط كود لهنا وتحط هذه في وسطه اي هكاك ما جاتنيش في وسطها صحي تجيني تحتها اي تجي في وسطها شوف مدام شوف جست انت ها هاو كريتها باش نعاودها لك هذه جست تحطها فديت منها باهي باش نعاودها لك ها ريتها هذه اي سي بون باهي ريتها الى اليمين باهي صحيتك هذيا كي تولي جون ريتها انا كي نعمل هكا مش باش تلصق لي كي نعمل هكا مش باش تلصق لي نقعد نحاول فيها منو انا نستناها حتى لتولي لي للزوز ثم كليميير هاويني تبدا معناها بالكونتور وين جون ريتو حتى هكا تولي جون لان جون لان وين تولي جون للزوز تنجم البو سو كولي ريتها اعطيني خاطر باش نلصق ريتها نجربها معاك ما لصقش طول راني نقعد انا نقعد ريتها نقعد انا جي كليسي عملت دراك انا لهنا باش نعمل دروب ما نعملش دروب طول ما لصقهاش طول هنا هيك لا خليها في السوري نبقى انا كليكي بريسي على السوري نتاعي ونجي لهنا وقت تولي لي جون جو لاس البونتور نتاع السوري نتاعي سي بون صح الله يبارك لك عارفش كمل الباقيه ميرسي بيان نعطي كلمه لغير بارك الله فيك دونك شكون يمشي لنا ليتاب 6 ها ما بقاش يلزمنا في اقل من ساعه نكملوا ما عادش وقت ها ضحى شكون يمشي تابسي سفيس ضحى وي انا ها هو انيستي انا ايوب ايوب سنه ثانيه البطله هاي ايوب ها شكون شوفوا شكون اخر بالله مدام جليله وجليله بيت مدام ايوب بارتاجي ورينا تابسي سي ايوب وبيت هيا ايوب هيا عاد بشوف لنا الوقت مش باش ناخذ الشهيد عادي ضحى وي باش تقصد عليه الكونيكسيون تخدم لنا انت هذه السيس كان تحب وتا هو من بعد انا سي بارطاجي هاو يتكلم ايوب انا ايوب ما تتعدلناش على الاستمرار نحبك تورينا الكود نتاع السيس تعاودوه لنا السيس توريه لنا السيس ما تنفسدلكش الخدمه راه تنجم تكمل السيس تعاودوه لنا ومن بعد ترجع وين وصلت صحيتك ولدي نحهم هذوكم فسخهم اللي كود هذوكم اللي عملتهم وعاود وريهم لنا في ساعات سبريميهم كيما نسبريمو الكود في الماينكرافت في الميكو داي ولدي صحيتك اعاده التشغيل تولي تعمل صحيتك ولدي
أنا سمعوه ونخموا معاه بالقوي. أيوب إيش بيك ساكت يا أيوب؟ وينو صوتك؟ ما سمعنا حتى شيرة. خاطر يخدم على الحاسوب والكلام بالتليفون. ليه عطب نسمع صوت يفهمنا. يفهمنا البطل الصغير سنة ثانية هذا. أنا بحكي لك يبدأ واحد صغيرون نفهم من عنده، أما كبرون ما نفهمش من عنده. آه. دابا زوز حشمو. أي. من يفهم أنا يا أيوب راه ويلزم شكون يفهمني؟ أيوب؟ قول نعم. أيوب؟ نعم. بخير. بخير. أنا راني هذه مانيش فاهمتها، ما يصيرش أنت تتكلم بالقوي وتفهم هذه. قولها باهي، قولها باهي يا نيسة. هي تاع خويا. ها؟ هو تسمي ما حبتش تمشي له قال لك هي تاع خويا. حقاني اللي عملتها. ها طلع بالحق ريان قالاني اللي عملتها، ما لا فهمت يا نيستك. راه أنت كنا أصلاً شكاكا. أنت أيوب. باهي عملك فانا تقرا ايوب ايوب هربت باهي ايوب عشان كانوا نعطوك نقطه اخرى عايش ولدي ما كانش نوروك الا الواحد المحاوله انت قديتها ونسيتي هاي خاطر السنه الثانية اي من نقراوها مع بعضنا الصوت متقطع مش نسمع فيكم باهي ضحى تسمع فيا؟ اي واضح الصوت ايمان باهي حتى الصوت واضح زيد باهي ايوب باش نكملك دقيقه راهو ولدي خاطر انت بطل ما كانش نوريك خاطر انت ممكن نسيتها خاطر عندنا وقت مربوطين بوقت راهو ساعه هي فقط سامعك نوريك انا السلاح يا ايوب ولا توصل يمشي يقص الصوت تحريك الى الامام صحيحه هذيك باهي يا ثمرات تحريك الى الامان الى اليمين صحيتك ومن بعد ايش باش تعمل قدش من مره باش تحرك للامان من بعد كي تمشي دور دور لليمين يا ثمرات يكفوك ثلاث مرات اني ريان اي ريان ولدي صحيتك به هذيك صحيحه راهو بعد دور الى اليسار بعد تحت دور الى الدور الى اليسار اش عملت قدش من كود عملت تعمل ثلاثه تحريك الى الامام لكن ما زلت عندك غلطه واحده انت غادي اللي انت كي دور مش تسمع فيا باهي نحبك تصلحها في ساعتها وباش نعاونك تصلحها باهي دور الى اليسار هذيك يا ريان دور الى اليمين ثلاث مرات كهو تحرك الى الامام باهي اتنحى البارتاج نوريكم سامحوني ما عادش وقت باش نوريكم رابيدمون ليتاب 5 ليتاب 6 بلوتو و وحضروا لي ليتاب سيسات شكون يخدم لي سات يوريها لنا دونك نتعدوا توا للسيس ولا به ليتاب عملها ايوب اش عمل لينا عمل من غير لي بوكل ما استعملش لي بوكل عمل ثلاث مرات امام ومن بعد عمل تحريك لليمين بعد عمل ثلاث مرات امام ومن بعد عمل تحريك لليسار اللي هي ثلاث مرات لا يلزم اكثر يلزم ست مرات داكور ومن بعد عملت تحريك لليسار تحت لي تحريك لليسار يا ايوب قديش من مره تحريك للامام عملت ليش صح يدك دونك انت عندك غلطك اهو ولدي انت عملتها بالصحيح تبعني هنا انا باش نعملها تو سامبليفي ايش باش نعمل باش نمشي عند التشغيل بالطبيعه باش تخدم لي من غير عند التشغيل هذه ما تخدمليش كرر ثلاثه مرات انا مانيش باش نقعد نمشي ثلاثه مرات نعملها ثلاثه مرات هذه باش نعملها مره كهو كرر ثلاثة مرات تحريك لليمين دكا ومن بعد باش ندور انا الشخصيه نتاعي لليمين ومن بعد باش نمشي نعاود نكرر مش ثلاثة مرات هذا انا حسبت الخطوات نلقاهم ستة خطوات دونك ستة مرات تحريك للامام انت هذه غلطك فقط نورمالمون في بقعه ستة عملت ثلاثة دكا ومن بعد باش نعمل دور لليسار يا ما عنديش انا دور اليسار كيفاش باش نعملها يا ايوب ما عنديش يا ايوب ساعدني يا ايوب ما عنديش دور الى اليسار
أيوب. دونك جو في كليكي ici بتباع عندي لي زوبسيون ونختار اليسار خاطر هو باش يمشي في اليمين يدور يمشي في التويت يدور وعاد يرجع لليسار داكا. دونك نعاود نمشي توا بقاتلو جوست دار اليسار لهنا دونك اش مازالو دونك تحريك لليمين للامام ثلاثه خطوات دونك عملناها دونك سامبليفيي باللي بوكل هذوما كرر مش كرر حتى تحقيق هدف عملناها بكرر ثلاثه مرات ومن بعد ستة مرات ومن بعد ثلاث مرات نشوفوا خدمتنا صحيحة وإلا لا. دونك خدمتنا صحيحة راهو بالنسبة لتوصلوا للهدف باش تنجموا راهو أكثر من طريقة مش طريقة فقط. دونك بالنسبة للكودينغ راهو خيال التلميذ خيال الطفل دونك ينجم يستعمل الطريقة اللي تحب عليه طريقة طويلة قصيرة المهم توصل للهدف متاعو. دونك استمرار توا شكون يمشينا لليتاب سيت فيس شكون يبرتاجي الكرام تاعو ويمشينا لليتاب سيت نزربو شوية ما عادش وقت مدام قلت فيس عاد ما كانش أنا باش نكمل لليتاب سيت ونعطيكم لليتاب الأخرين ما عادش وقت. مدام ألفة تحب تاخذ الكلمة ولا تو ناخذ أنا البرتاج على ضحى نعمل ريتاب سيت؟ ألفة معانا يا ألفة؟ ألفة يا ألفة 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 كمل ضحى ولا أعطيني كمل ضحى ريتاب سيت تفضل كمل غاب ما عادش وقت دونك تبعونا سيلفو بلاي. دونك لي تابسيت باش نعمل انا لهنا يمكنك العثور على الاثار تحت الماء فتش في الاحجار الرمليه عن الصندوق الحاوي على الكنز. دونك اعطاني كودي حاضر لهنا باش نكمل لهنا اعطاني كود سامبليفيي باش يهز لي تام تاعي باش يهز الشخصيه نتاعي للصندوق على الطريق هذه نتاع المتاهه يوصل للصندوق به اعطاني كرر حتى تحقيق الهدف دونك باش يلخص لنا دونك هذه البوكل هذه راهي تلخص لنا بالكدا دونك با سامبليفيي لو كود. Donc, jusqu'au bout, en français. Répétez jusqu'au bout. En français, Mène maïa. Nour, Nour. Nour, prof d'informatique, n'ti? La. Prof d'arabie. Eh bien, مرحبا بك يا نور. باهي كرر حتى تحقيق هدف. إيمان. ريبيتي. كرر ثلاث مرات هي ريبيتي. ريبيتي جوسكا. جسكا عندما أنت سمحني ضحى عندك هدف تحب توصله أما ما تعرفش في قديش من مرة باش توصله باهي وكي ريبيتي في انفينمون معناها ريبيتي ريبيتي جسكا معناها حتى لين يوصل الهدف لو نومبر دو ريبيتيسيون انكونو معناها ما نعرفوش قديش من مرة باش تعاود الحكاية باهي وبالنسبة أنت تحب ناخذ مثال بسيط في ساعه نفسر به الحكاية باهي ناخذ مثال بسيط مثلا أنت فات أنا تاني سمحت يا إيمان نحبك تفهمهم بالله كرر حتى تحقيق الهدف وتفهمهم كرر ثلاث مرات باه باش نعطيكم الفرق ما بيناتهم مثلا فور اكزامبل تاخذ انت اللي عندك التليفون فيه باش داخل فيه كود بين انا باش ناخذ التليفون انت عندك كود بين في التليفون نتاعك وانا باش ناخذ التليفون نتاعك باش نكتب الكود بين انا ما نعرفوش الكود بين نتاعك قداش سو كي في جو في ريبيتي نكتب الكود بين نجم نطلعه المره الاولى ويتحل التليفون نجم نطلعه المره الثانيه ويتحل التليفون نجم في المره الثالثه شنو يصير يا يتحل التليفون يا يتبلوكا مي لو نومبر دو ريبيتيسيون قد في قداش من مره انا باش نحل في قداش من مره انا باش نكتب الكود بين ما نعرفش قداش معناها لو نومبر دو ريبيتيسيون ال اي انكونو باش انا نحل التليفون ما نعرفش الفكره واضحه ولا روحها ليكزامبل شويه ايمان نتاع كوليج معانا صغر منين ليكزامبل نتاع كوليج بيناتهم ريبيتي لا معناها نقطه ريبيتي جوسكا معناها انه هو بالله لحظه انا فاهم فيها الصغيرات الكل في بالي عندهم كي سمارت فون يا ضحى ويعرفوا انا ايوب فهمتي قلت كنا نسألك حاجة بركة وي نور تفضل حاجة بركة حب نسأل كرر حتى تحقق الهدف كيفاش نحط قداش من مرة يعني ثلاثة أربعة خمسة مرات كيفاش مش معروف قداش
كرر حتى تحقق الهدف ما تحققش. شوفي هذه شوف حطيناها لهنا نحن في السانكا هاكا باش نرجعوا لهنا ريتها في السانكا ما حطيناش حتى عدد لهنا هو مشي على روحه دار لليمين على روحه ومن بعد دار الامان وحتى وصل هنا احنا لهنا ما فماش نومبر هنا في السيس احنا هنا قدي خاطر هو ما عادش عنده شما عنده هنا شوفوا عنده قديش من موفمون عنده تحريك للامام وعنده دوره لليمين ودوره من بعد اليسار ودوره للامام دونك فما بلوزيغ موفمون دونك احنا هنا قدي لهنا عملت 3 فوا بعد 6 فوا بعد 3 فوا اي كيفاش عملتها باش كتبت 3 فوا ولا 4 فوا كيفاش خد تجيك وحده بركه هي يقول لك كرر حتى يتحقق هكذا يا مدام لحظه سامحني جوست كي تحط لهنا انت ها هو كان نمبر لهنا تكتب ايش تحب لحظه حاب نكتب 100 مره انا باش نحرك انا جو شانج للي فهمتني ولا لا نكتب في وسط واضح كيما تجيك انت هنا عندي يمين كهو اما انا لهنا بكوشي شبو شوازير اليسار هذا كيف كيف سي بون واضح توا نمروا لليتاب سيت بالله باش نوريه لكم خاطر يلزمكم ساعه يلزمنا ساعه نخدموا فيها الكل باهي باش نعاود رابيدمون ما حبيتش تمشي لي السيس باهي كرر ثلاث مرات اي الى الامام مش معجم لي عليا عاد ولا يعرفها باهي ومن بعد يمين ومن بعد كرر ست مرات باش نبدلوا الرقم هنا ستة صحيتي في الوسط البوك التحريك اليمين الامام تري بيان بعد بعد غاز بوك الغاز هذيك كرر ثلاثه مرات في وسط التحريك اليمين اليسار اول حاجه من بعد باش نعاود اليسار تري بيان يعطيكم الصحه تشغيل دونك خدمتي صحيحه دونك نتعدوا سيل فو بلي رابيدمون يلزمنا قبل ساعه ناخذوا شهيدنا دونك باش تتعلموا يلزمكم في ساعه مثالش راهو حتى ساعة ما هي مربوطة بالوقت اللعبة هي يعني في أقل يعني ساعة البرمجة يا نور معناها في أقل من ساعة كي تكملها تاخو شهادتك ما تكملش في ساعة مش مشكل هاك تعلمت خذيتها دونك تنجم تعاودها نهار آخر وتاخو شهادتك باهي لي تاب ستة وشكون يقول لي شنو هي الكود الناقصة ما يبيش من كود ناقص هنا عطاهو لي حاضر ريتو يعاون فينا دور يميت دور إلى يميت تري بيان شكون قالها لي هذه لا مريم دونك نشوفوا تراه كود نوره لا مش انا مدام جليله جو كرو مدام جليله ريم مدام ريم باه نشوفوا تراه كودك يا مدام ريم تري بيان ريتو قداش سهله للصغيرات تعلمهم بروغراماسيون استمرار شكون يمشينا للويت توا نزربوا شويه باش نكملوا مازال لنا 9 10 11 12 مازالوا 4 ايتاب الويت سيلفو بلاي اي جو فاريتي مون بارتاج نحب واحد من لي بارتيسيپون ويغلط ونعاونوا هاي اي سيلفو بلاي هاي مدام ري ماي بارتاجي الكرون تاعك سيلفو بلاي شكون هز يدو لا فما عندنا غريبي شكون غريبي بالله الفا وغريبي شكون انا ايمان انا كنت شارك معاك مقبله شارك معاك في خمسه باهي والفا شكون الفا صديقتي الفا باهي الفا نخلو لك اللي تابنا فاي مدام ريما باهي فهمنا بشويه اللي تابويته احنا في السيت ولا في الويت احنا في الويت توا عاد مذكر بلي سامحني ترجع لي تاب سيت جوست سكوند بي اريتي لو بارتاج يا مدام ريم نرجع نوريهم السيت سكونت سامحني بي مشكلة زربت من الاول خاطر باش نخلط عليكم بي السيت عطاك الكود ظاهر لهنا كملت لنا مدام ريم كان بدور الى اليمين هكا هو زدنا الكود هذا ريتو الكود هذا هكا هو زدناه هكا هو يس هكا هو جينا الكود حاضر لهنا دونك يعاونوا فينا يوروا فينا دونك يقيدونا في الصغيرات بشويه كومون بي هايك جو في اريتي لو بارتاج مدام ريم تفضل ظاهر توا اي ظاهر سي بون بي
هو مش يمشي للسماكة، إذا مش نكرر حتى نحقق الهدف من لون مش يمشي إلى الأمام. وقلنا له إذا كان المسار مش يكون على اليمين يدور على اليمين، وإذا كان المسار على اليسار يدور على اليسار. هو مش يلقى الطريق وحده، كان يمين يدور على اليمين، كان يسار على اليسار. هكا تحريك إلى الأمام. إذا كان المسار إلى اليمين دور إلى اليمين، إذا كان المسار إلى اليسار دور إلى اليسار. نعم تشغيل. لا مدام ريما من اللي تابويت؟ اي كملتها ما شفتوهاش. ميسيرش توريها لهم هم عم يتغير مش تبعوك بشوية بشوية. انت تشوف بي. واضح البارتاج؟ الو تسمعوا فيا؟ انا نسكلير سيكلير مدام وي إيه. احنا نحب يوصل للسمكه، اذا مش نكرروا حتى نوصلوا للهدف نتاعنا. وعندنا في المسار نتاعنا مش يدور هنا على اليمين، لهنا كيف كيف، وبعد مش يدور على اليسار. إذا مش نقولوا له معناه يتحرك، إذا كانوا على اليمين هاكا يدور على اليمين، إذا على اليسار على اليسار، وحده هو يفهم. إذا هنا قلنا له تحريك إلى الأمام، ملوش يمشي للأمام قدام. إذا وإذا كان مش يدور على اليمين هاكا نقولوا دور على اليمين، وإذا المسار متاعه على اليسار يدور على اليسار. نعمل التشغيل هاكا، هنا على اليمين هاكا دار على اليمين كيف كيف، هنا عنده مسار على اليسار دار على اليسار خدا السمكة. سي بون يعطيك الصحة. نايس تري بيان. نمشيو للمسار تسعة. يدور لي ألفة عاود تخدمت الكلمة. ألفة تفضل. بالله إيمان نزربوا شوية، ما عادش وقت، باش تشوف الساعة أهو، في ساعة في ساعة. نزربوا شوية في ساعة. وقتاش بديتوا أنتم سيلفو بلاي؟ تسعة ونص بيل؟ بالعشرة غير ربعها كيكا بدينا. ما أنت تو باش تشوف علينا الساعة متاع البرمجة. أنا باش نكمل بقدرة ربي. أي في ساعة في ساعة. أوكي أوكي. ناخذ أنا البارتاج ضحى. تفضل ألفة. إيجا زازوة، إيجا حبيبية، إيجا معي. بيه، ناخد أنا البارتاج ضحى، أنا إيمان. ولا فهم هاتفون خلال البارتاج. إيمان، فيت في إيمان، إيه؟ ما نعرفش كون خلال البارتاج. وارنكم في ساعة بشكل عدوة. تبعوا. أهو هاتفون مش كون خلال البارتاج. شكون معانا ميخو البارتاج سيبو بلي؟ بتاقنا. مدام ألفة، مدام ألفة. ميسيرش اللي ميخو البارتاج يقول لنا شكون ويتفضل. خلينا نقدمه. هذا نقول فهم خاصيب. اي مسكر الميكرو مش تسمع فينا تقريبا. به. هاي حالة الميكرو. تفضل. اي او. عند شكون البارتاج سي بوبلي؟ ضحى ما عرفتش شكون بارتاجي يا ايمان. انا البارتاج ونعمل اي اي ايمان خذ البارتاج. كان مدام ألفة تحب البارتاجي ميساج تاع نعطوها ميساج لي تابل من بعد ما عادش وقت.
سي بون بارطاج دوحة. اي واضح ايمان واضح سي بون. دونك لهنا بالنسبه لستيب 9 شنو هي الفكره؟ عندنا كرر حق حتى تحقيق الهدف. دونك احنا باش نخرجوا لهنا من هاو لو بونوم لهنا وذي الهدف نتاعنا هون. دونك الفكره انه باش يقعد سي او لو بوت. سي او لو بوت مدام؟ هذا الصندوق هذا. اه داكور وذي البونوم. وي دونك هو باش يقدم 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 كي باش يلقى المارجين الازرق يدور على اليمين ويقدم يقدم 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 ونفس الحكايه لهنا يلقى المارجين الازرق يدور على اليمين كي يوصل لهنا للمارجين الاحمر باش يدور على اليسار. دونك هذيك هي الفكره لين يوصل للهدف نتاعو. كرر حتى تحقيق الهدف. تحرك للامام تقدم. اذا كان تيق فوق المارجين الازرق دور على اليمين واذا كان تيق فوق المارجين الاحمر دور على اليسار. باش نعمل تشغيل دار على اليمين يقدم يوصل لهنا المارجين الاحمر باش يدور على اليسار يقدم غاديك ازرق واحمر ممكن نكمل الديس ولا فما شكون يحب ياخذ الديس؟ جبي اغي ايمان نكملوا نافونسو ما عادش وقت. بيه شوف البارتاج ضحى. وي وي لي بارتاجي. احنا في ديستوا احنا في ديستوا. دونك لهنا عن الحبار هذايا ها هو هذا الحبار اللي هو لهنا وذي البونوم نتاعنا اللي باش نكون فالو بروغرامي انه يختبئ في مكان من الماء في نصب المحيط هل تستطيع العثور عليه. دونك شنو هي الفكره هنا باش تقدم نشوفوا في منش نشوفوا في الصوره معاك راه ضحى تشوف الصوره انت ضحى لا مازال مش بارتاج لا مازال الصوره مش بارتاجي شبي بارتان غو بارتاجي اي ميساج نحل بارتاج وعاود بارتاج صفا ضحى. اي واضح ايمان واضح بارتاجي تري بيان. دونك هذا البونوم اللي باش يمشي وهذا الحبار اللي احنا باش نوصلوا له. دونك هذا الهدف نتاعنا باش نقدموا كرر حتى تحقق الهدف باش نقدموا القدام وين نلقاو هالفانوس البحر اللي هو هذا والا هذا والا هذا باش يدور على اليمين يقدم وصل الفانوس البحر دار على اليمين يقدم وصل الفانوس البحر نفس البرنسيب يتعاود حتى لين وصل الحبار. هذايا باش يبني جدار ضحى. السلام عليكم. وي ايمان نسمع الميساج تكمل. وي ايمان كمل واضح الصوت والصوره واضحه. سامحني جاتني حاجه ارجونت جو دو اغيتي لو بارتاج كمل انت 2 مينوت نرجع لك. باهي باهي اوكي ليتاب 10 ليتاب 10 ولا 11 شكون يكمل لنا ليتاب 11؟ شكون يحب المشاركين كاملنا يتابعوا يبارتاجي الكرام تاعو؟
اللي تكلم توا شكون؟ شكون اللي في لما غريبي؟ باهي جو في بارتاجي من الكرون تاعي. تكلمت معاها ما مازلت ما نجمش نخدمها. راح يكتبني جدار. وين الصندوق؟ ما فماش بارتاج راه كان الوغ تسمعوا فيا بلي سامحوني جي شانجي الميكرو كاسك نور تسمعوا فيا نسمع اي مدام نسمع وي ام بي دونك باش نربي لنا التعليم اللي يكتبها بارتاجي بارتاجي سيلو بلي ابني جدا مونيكا بارتاجي نو سي بون نور وي نرجع ليا سي بون نكملوا ال11 ولا نرجع لل10 10 juste ورينا الكود ورجعك هاو juste 10 s'il vous plaît انا قلت لك انا en retard de phase s'il vous plaît une seconde زيد باهي اوكي هاو كديس je passe nous le 11 لحظة بيه يس يس اوكي ثانك يو الانز اش باش نعملو دونك توا اش باش نعمل دونك شكون يقول لي الكود لون شنو عدنا لهنا تحريك الى الامام تحريك الى اليسار ضع نجم بارتاج بروبوزيون تعمل لنا ليتاب 11 11 رابيدمون دونك اذا كان فيها كوركسيون نجم نصلحو مع بعض جست نجربت توا برك Oui, bien sûr, avec plaisir. On a le partage ou partagez-nous, un petit warina. On a un mabadna. Ou juste, vous faites mon abtali, ma brabi. Je m'en fous, 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 بيه. اوكي دونك انا باش نبقى كرر حتى اكتمال القناه هو باش يبني القناه معناتها هنا قاعد باش يبني كل علاش كرر خمسه هنا مرات خاطر كل خط باش يمشي خمسه شكرو هكا معناها اذا كان ثم فوت نجم نبدلوها كاتر ولا شكرو كاتر اذا كان فيت معناها ما يصيرش انت اعمل تشغيل ونشوفه صحه ولا غلطك عملت تشغيل لحظه عطنا عملي تشغيل وشنعاود صحيح صحيح بارتاج نشوفوا فيه بارتاج شكرا ثم هنا فوت في هذه بدون تبقاش خمسة ما تاربع شكرا لا رقم خمسة صحيح عندك حاجة أخرى أنت تعمل في ميتات أخرى دونك علاش ما استعملتش ثما بوكل ما استعملتهاش عطيك دو بوكل هو كرر حتى احتمال القناه كرر خمس مرات اذا كنت تقدر فوق الرمل هذه هكا سامحني ما هذا هنا يظل بوكل في وسط بوكل زيد ايمن رجعت رجعت قلت لك اوكي دونك Je vais arrêter le partage, donc juste, je vais voir la pêche-pêche wakad, donc je vais arrêter le partage. Non, mais c'est le chalier, je vais nous faire un peu de temps, je vais nous faire un peu de temps, je vais nous faire un peu de temps, je vais nous faire un peu de temps.
باش نصلحوا مع بعضنا، ماهيش خايبه خدمتك، دونك فيها برشا حاجات صحيحه. اي اما جوست خاطر كرر ذيك كرر في وسط كرر ياسر، راهو تخلي كرر حتى تكتمل القناه تكفي، والكود الازرق الاخر صحيح. لا هذا بون مش كله صحيح، نجم نصلحوا فيه نقص شويه ما ميسيتش. اوكي دونك نجم دونك كرر حتى اكتمال القناه هكا باش يعمل دور 5 فوا معناتها. Ok, donc je vais arrêter donc, le partage. Mais c'est le chali. Car il a fait la canette. Donc, il a fait le prismarine. Pour le téléphone. Ok, je vais arrêter le partage. تراه بدل دو هذيك إيمان. في معاك إيمان بلي الكود نتاعو، الكود نتاعو هذاك هو بيدو يحبوا يصلحوه ياخذوه معناها اما نحل اما هو نحل بارتاج، كان يحب يعاود يعمل بارتاج يتفضل. اي نجم نمل الكود. اوكي اوكي انا رجعت، انا رجعت بارتاج على بالي باش خليكم نوقف باش ننتظر بشويه وما ميسالش. انا رجعت ميسالش ميسالش نصلحوا مع بعضنا مش مشكل. كاسكو جو دو فير دونك هذه كار خمس مرات ما نسحقوهاش خاطر هو لازم يعمل ما غلطه هكا على الكود التشغيل غلط. اي اما هو وقتاش باش يدور على اليمين وقت يبدا فك الفانوس شنو هو لونه الفانوس لحظه برك نشوف الابيض اذا كنت واقفا. اي اذا كنت تقف فوق الفانوس هذاك الابيض. اي اذا كنت واقف تبدا تبدا واقف فوق الفانوس، الفانوس البحري يظهر لي اسمه اكزاكتو. واقف فوق فانوس البحر باش يدور على اليمين مش يكون التحويض يدور على اليمين معناها يدور الى اليمين. حط زيد هالكونديسيون اذا كنت تقف فوق فوق فانوس البحر خليها خليها هذيك ضاع البريزم هذيك ضاع كتله البريزمارين خليها وتحريك الى الامام. خليها زيادة جوست ديك الكونديسيون تاع فانوس البحر. نورمالمون تراه تعمل لنا تشغيل إعادة تعيين تشغيل. ها صحيح تا أنست يرضى عليك فتتها من العشرة في خروجي أنا وما فهموهاش ما عرفتش كيفاش. تم الكاغيل فوقاني نكملوا بالله جوست نكملوا خويا فاتتهم صغيرات والعشرة نرجعوا جوست خلينا نكملوا اللي تركناش باش اللي بدو ما يكملوا ياخذوا الشهيد معناها باش نوروكم وانتم تنجموا راهم تعاودوا من بعد وتاخذوا الشهيد حتى ثلاثة أربع مرات نعاودوها اللعبة ما فماش مشكلة. وسامحني ضحى احنا ديجا لا فورماسيون اللي اونغوجيستري دونك ان شاء الله اون فوا تكمل باش نحطوها ان شاء الله على الشين يوتيوب معناها اللي فاتته اللي فاتته اي حاجه ينجم يتفرج في الفيديو. لا جوست ايمان ايمان تعرف ايش باش يعمل هو احنا نكملوا جوست هو صغيرات ويرجعوا للجي هي بيدها ويلعبوها معناها ينجم يلعبها حتى ألف مره معناها ويختار دو جي اخرين ما اصعب هذه خاطر سامبل بسيطه برشا وسهله دونك ينجموا بشويه بشويه ويبدلوا النيفو نتاع لي جو ونجم يستعينوا بالفيديو كوز اللي بارطاجي اذا اللي يحب يعاود يشوف الدرس هذا اوكي يعطيكم الصحه خاطر عندنا كونترانت نتاع وقت هذاك علاش
جي جي ار تي ريبورتاج اوكي يعطيك الصحه بايمان ما نوريهم الاوز ولا نوريهم ان ما عادش وقته الدوز يظهر لي ميساج تفضل لك الكلمه ميساج خلطه الاوز احنا في الدوز توا دونك ما عادش وقت جو بارتاجي دونك شنو زدنا لهنا ايمان عاوني اهي لحظه بركه خليني نشوف ال اني سيغ 11 احنا في ال 11 هذه اللي كنت تاعك انت ضحى هذه صحيح الدوز جو تيرميني الدوز وي لحظه ضحى الدوز ال 11 هذه ال 11 كملها ضحى اوكي تعدل الدوز ضحى انا تعدل الدوز تفضل بيه الدوز انتم انا راك باش نعاودها الدوز الانصري كملناه بيه تو الدوز شنو هو الكود الاول هاي سيل بو بلي مع بعضنا دونك شنو هي لهنا باش يمشي تهنينا العالم المائي المفتوح بانتظارك ابني شعبه ورجانيه بركان حطام سفينه الامر متروك لك شنو معطانا الكود هذوما لهنا باش نستعملوا اي حاجه مرتين ويدور على باش يقدم ويدور على اليسار مرتين يعني بوكل ريبيتيتيف بور كرر مرتين ومن بعد تحريك هذيك مرتين كرر مرتين اثنين لحظه سامحوني بلي جو في راكورسي سا ومن بعد باش يعمل تحريك الى الامام ويدور الى اليسار تري بيان ومن بعد باش نمشوا ندوزوا الى اليسار Très bien, yes. Donc, on a beaucoup répétitif deux fois. Mais on va. 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 باش يمشي بالطبيعه بعد ما يبني باش يمشي يقدم الى الامام لهنا ثم بلوزيغ سوليوشن بيان سور احنا عطيناها من الغاكورسي لا سوليوشن غاكورسي فما حاجه ناقصه ايمان لهنا اللي هي ليه هكا تنجم تعمل انهي تمام فوالا علاش قلت لكم بلوزيغ سوليوشن انهي باه كيفاش باش نتحصل توا على الشهاده نتاعي ها انهي لا لا إيمانة نعم معاك إيمان طوالا كيفاش باش تمشي ناخذ شهادتي كملت انا تو اكملت خليني نشوف انا اكملت اي نورمالمون نعمل انهي لهنا يتعدى هاي صحيتك دونك جيت وين مشيت انا تو ولا ما ريتونيش نعاود تراه ترجع لي ولا لا باش نكتب اسمي لهنا باش نتحصل على الشهاده تحب العربي وتحب الفرنسي ميساج تو نعاود انا مثلا نعملها بالعربي هي بالفرنسي باه اوكي تسجيل نجم نعملها تباعه نجم نبارطاجيها انا على الفيسبوك ماذا بيتنا الناس الكل تبارطاجي لنا في الجروب نداري نشارك افكاري اي تو تبارطاجوهم لنا بالطبيعه كي تعمل تسجيل كيفاش تبارطاجي وتشجعوا الصغيرات الاخرين تاقوني انا ومدام ايمان دونك ريتو نوريكم كومون بارطاجي باه دونك نجي لهنا اعمل تسجيل تاع الروح تسجيل تو دابور فوالا محليها هاي شيتي باهي وين مشيت انا توا بالله سامحوني خليني نعاود اسكو باش انا اكملت مشيت اكملت ريتو لهنا بعد ما كملنا ليتاب 12 اكملت بعد ما اكملت نكتب اسمي فوالا نكتب اسمي وجو بارطاج هاكا باش نبارطاجيها انا لهنا تسجيل سجلتها باش تسجل لي باسمي بالطبيعه لهنا قلت الاسم فارغ ولات لي اسمي واللقب نتاعي ومن بعد جو بارطاجي نجمه نطبعها ونحطها في
في كراسه الاعمال نتاعي نتاع سي اكسيتيرا. انا ساتلمت لي نقولهم يحطوها في كراسه لانفو، لاسكوها في كراسه لانفورماتيك. دونك هاو كان نجم نبارطاجي لهنا في جروب من داري شركه. فوالا نمشي انا البارطاجي دون ان جروب. اش اسم الجروب؟ تراح من داري، من داري نشارك بافكاري. ها هاوكا نكتب الجروب باش نشان نعمل فيه. وهنا هاو ايمين فوالا هنا جو في تاغي ايدنتيفي دي زامي. نمشوا انا ما نعرفش هما دي زامي معنا ولا لا، يكتبوا لي اسمي معناها جمعي. شكون عنده هنا ريم حداد؟ هنا نكتب ريم حداد خاطر حداد معنا. ايه. يبدا مش معايا ما يظهرش نورمالمون. شكون امي معايا؟ بالله نور امي معايا. لحظه نور، نور شنو هي الفيسبوك نتاعك؟ نور، نور امار، نور هدى امار، امار نور هدى. عاود لي امار انت مش عمار. برشا ناس في بالهم عمار، مانيش عمار. امار اكيد انا عاد ضحى نتغشش بالموسي تاعي. من ويني؟ مين سيرش معاكم اخوي؟ اوكي نتغشش راني يا ضحى. ايمان ام او ان مي امار هو فوني اما نور هدى اسمي ميل سبان نورمون. ايمان عاود لي شنو تكتب؟ ايمان ام او ان او تخرج لك ايمان. وين يا ايمان؟ سامحني او او مش ا او او ان ان اي ام او. فوالا ها هوكا بي. شكون اللي دخل معاك؟ توفيق. اي قلت توفيق. مرحبا بك. شنو هي توفيق؟ شنو هي توفيق؟ شكون شكون؟ ريم حداد. ريم حداد اني مع ضحى. ريم معايا. ريم هاجدي في الفيسبوك. ريم حداد هذه ريم وبعد هاجدي اسمي ريم وبعد هاجدي. سامحني انا جو فو دونك فاسيليتي لا تاش ميسالش. خلينا ناخذ وقت نحبوا احنا اوني اون تران دو باش نسنسيبيليزي لي زونفون. معناها بو اوتيليزي لا وورف كوت بقعد باش يلعب لي جو هذوكم لي نون ريفليشي نسموهم دي جو نون ريفليشي. خليهم يتعلموا لنا لي جو هذوما اللي هما يلعبوا يتعلموا البرمجه. بيعطيني اسمك ريما. ريم حداده هاجدي. انا بارطاجيت الشهاده نتاعي هكا في الجروب. يعطيك الصحه جروب ديجا انتي صحه. اسكو تي نوزا تاغي لزوز انا ومدموزيل ايناس ولا لا؟ لحظه سامحني كثير ليه تي ديجا بارطاجي ما لقيتكش. بيه مش مشكله. دونك بور بون با بيردر دو طون باش نرجع انا وين كنت نخدم. انا حليت الفيسبوك ضعت الباج. باهي مش مشكله نعاودها رابيدمون. باهي هايك الباج ما ضعت ليش. سامحني ريم ما لقيتكش انا. دونك شكون الاخر بالله امي معايا نجم انا نعمل ضحى تي انولي؟ وي جوست ايجون ما عرفش جوست هكا بارطاج اللي هما توا امي معاك. سامحني خاطر انا عندي كونترانت نتاع وقت جو دوك تي اي قريبك. ميسالش يا ايمان تنجم تمشي هاكا انا معاهم جست باش نكمل نشوفوا لي سيرتيفيكا نتاعهم يبارطاجوا لي زيكرون ورانا لي سيرتيفيكا. وفما ولي وصلوا ليد ولي ليتاب 10 باش نكمل معاه هاكا. هاو معناها انت تنجم تمشي تقري خاطر زميلتنا ايمان تقري بكالوريا معناها لي انجاجي ال11 يلزمها تمشي ديجا روتار هي تو. ميسالش بارك الله فيك. عايشك يا ايمان. عايشك. انا اول مره نخدم مع زميلتي ضحى في فورماسيون دونك فرحانه برشا اللي خدمت معاها وان شاء الله ماهيش اخر مره. ان شاء الله نتلاقاو زملاء ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه نتاعنا اليوم وان شاء الله الى اللقاء في تكوين في دوتغ فورماسيون معناها. شيء طيب.
الصحة إيمان، يعطيكم الصحة الناس كل و pour moi c'est la première fois donc que je vois donc cette application. مش أنا جوفي موديفيي بار لا سويت، حبيت نوريكم بركة كيفاش تبارتاجوها في الجروب. جوست أنا معناتها تنجموا من بعد فوز اجوتي لي بيرسون، معناتها فو تاغي وتلوجوا في عقلكم. جوفي بوبليي، جوست حبيت نوريكم كومون بارتاجي معناها من وسط من وسط الباج تاعكم. سامحني sinon leur fait le commentaire ils te boulent leur profil Facebook ou tu t'ajoutes ils ont سامحني نور ما فهمتكش. Ils s'identifient dans les commentaires. Ici je vais les partager l'écran يا نور، انت كملت باش تبارطاجي الشهادة ورينا انت جاي بارطاجي الكرون ورينا نور. انا بديت معاكم في ليتاب جو 6 دونك لي ايتاب الاخرين سي نورمال. كمل كمل ليتاب 12 كيفنا بالله وعنده شهادة تو مدام تسمع حل الجروب تو تلقى الشهادة متاعي يا كديجة. مدام ريم سي تجيب لأنا ومدموزين إيمانة هاي هاي شكون آخر ورينا مدام دوحة جبيت جبارتاج من الكرام عليها بيان سور تفضل اي تفضل ورينا هاك وجاغيت لبارتاج نعم جست باش نرجع Ok, qui veut une étape, donc j'ai terminé. Donc, qui veut voir une étape là, donc. Très bien. M'chi tawa akmalt. Donc, la chrique, moi, je préfère pas l'arabe, mais l'arabe, معناها un peu. Non, j'ai terminé, j'ai partagé le certificat, donc j'ai déjà partagé. Mais juste, s'il y a une autre question, qui... s'il y a une question qui n'a pas encore. Oui. Marina, chaque fois que j'ai amalt. Donc le résultat, je vais partager les résultats d'abord, donc c'est déjà... l'étape 1, monsieur, s'il te plaît. L'étape 1. Tarjana, l'étape 1, pour que je termine avec vous. Just one moment. Donc on va commencer, donc... Tawfiq, Al-Halim. سي توفيق يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك تعاودوا بالله الولي اللي عنده صغيرته معاه وما كملوش يتبع مع سي توفيق هاكا تو يورينا ملي تاب ان ابدا معاهم وريهم الكور رابيدمون نوصلوا نسي كلهم بارتاجوا الشهيدة نتاعك. ملي تاب ان دونك عند التشغيل تحريك الى الامام مرتين دونك ورا بعضهم دونك تشغيل دونك تلاحظوا باش يوصل للنتيجة نتاعه نتيجة باش يوصل للصندوق داك انا داك هذه ليتاب الاولى ديريكتومون استمرار اللي حاب يكمل اللي بعد استمرار نواصلوا ليتاب الاولى صحيح الناس الكل يس يس اوكي داك ليتاب الثانية اوتوماتيكمون يتعدى لك هو ليتاب الثانية ليتاب الثانية دونك باش يمشي داك لاحظوا هو الاوبجي نتاعنا دونك هو الشخصية نتاعتنا والبوزيسيون نتاعها يزم يوصل للقارب، القارب موجود على اليمين هنا، دونك أول حاجة يزم يمشي خطوة لقدام، تحرك للأمام، هو تحرك واحد معناتها خطوة لقدام، خطوة، تحرك للأمام، وبعد هنا باش يدور يتلفت على اليمين، يتلفت تكاهو مش يتحرك، يتلفت، وبعد يمشي مرتين باش يوصل للقارب، دونك هذيا دونك تشغيل، لاحظوا التشغيل، مشى خطوة المرة الأولى، وبعد مشى مرتين، أوكي، دونك هذي ليتاب المرحلة الثانية، نعاودوها ولا نتعدوا؟ يس يس استمرار استمرار واضح ليتاب الثالثة المرحلة الثالثة دونك هنا طريقة بسيطة جدا ما نستعملوش معناش هنا في المربعات تاعت معناش تكرار ولا حاجة دونك باش لازم نعملوها بالمراحل هذي دونك هو وين الأوبجي نتاعنا هو راكب القارب تاعو باش يتعدى للسمكة وين فوق السمكة الفوق هاي دونك هنا ما عندناش حتى حاجة باش كان عندنا تاع تكرار وحاجة نستعملوها هنا ما عندناش دونك باش نعمل أوامر بسيطة نعاودوها دونك قداش المرة سبع مرات أنا نلوج عليها إكزاكتومون أنا نلوج عليها هذيك ويني الغاز دونك تسمعوا فيا كتاب المرحلة الثالثة نكمل دونك لاحظ تشغيل أوكي دونك نعاود هل تكون وصلنا المرحلة الثالثة ولا نعودها؟ ما تخزنيش عاد نجاهد ما تخزنيش فيه ولا رانا نكمل خدمنا لكم
يعني كان جيت فما غادي يعمل غير بي ست فوا كيكا صحيح كون نستعمل إعادة والتكرار نستعملوها مرة واحدة ونعمل فصل تحريك هنا ما عندناش تكرار دونك باش تعدي المرحلة الرابعة اش فيها المرحلة الرابعة هنا هو باش يتحرك لنوصل الهدف نتاعو عند عطاك أمر هنا ما عندكش تكرار لو حنا عندك تشبه لها شوية دونك كرر حتى تحقق الهدف الهدف هو السمكة هذيك الموجودة باش توصل لها دونك باش نبقوا كرر حتى تحقق الهدف يتحرك للأمام يمشي لين تلقى يوصل لها قدام تشغيل الأمر بسيط طبعا بركة برمجنا حتى التعليم فيها واضح نعودها هذه نعودها ولا بسيط داخل نعودها كرر حتى تحقق الهدف معطي الهدف لين يوصل نعودها هذه في المكان متاعه هنا في القارب باش يبقى يمشي يكرر لين يوصل الهدف متاعه اللي هو السمكة نواصلوا المرحلة الخامسة نعرف هذا احنا ريت خلينا نبقى نستنى هذا اهدار وقت دونك المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة قالك هناك صدفة لحيوان نوتل مخبأة في مكان ما استكشف حطام السفينة لتصل إلى الصندوق هذا بكل مرة باش تمشي دونك وين هو الشخصية متاعتنا موجودة هنا وهذا الصندوق متاعنا دونك هذه الشخصية وهذه الصندوق متاعنا واش باش يعمل باش يتعدى يدور ساعة وتلفت على اليمين جي تلاقوه هنا دونك تلفت على اليمين وبعد باش يمشي خطوتين هنا وزيد باش يدور على اليمين كل مرة دونك نلاحظوا شغلات ونشوفوا كيفاش يتحرك الخطر القريبة نحن نشوفوا البلاصة كبيرة وما نجم نبرمجوا التاريخ أكثر مشى مرتين منا مشى مرتين منا يدور على اليمين نعم هذه أول حاجة يدور على اليمين وبعد مش يتحرك مرتين كل مرة مش يدور على اليمين نعم هذه الشخص مرتين خدمه مرتين معناتها كررها مرتين عملية وصل سنوات هذه المرحلة الخامسة المرحلة السادسة هنا ثم تأثر طرق بما فيهم الطريقة هذه ثم برشا طرق نجم نستعملوهم لك هذه الطريقة أبسط طريقة دونك نجم هذاك نخدموا بها أول مرة وين هو نشوف ديما الواحد دونك شوفوا البوزيسيون نتاعو المكان نتاعو من يبدا وين باش يوصل باش نعرفوا الطريق كيفاش باش يوصل دونك هنا أول حاجة هو الطريق المسافة نتاعو هو هنا باش نمشي قدام ثلاث خطوات ولا ثلاثة مرات شنو مرة دونك نعاود دونك باش نجرب البرنامج دونك دار على اليمين مشى هنا إذا كان تحط ما تحطلوش ستة باش يمشي دونك ثلاثة بركة ولا أربعة مش ما يوصلش لستة هنا ستة دونك ثلاث خطوات دونك هنا المرة باش يمشي ثلاثة إلى الأمام باش يمشي ثلاثة مرات بعد باش يدور على اليمين باش يمشي المسافة هذه الكل اللي تمثل ستة خطوات أما نحن عملنا الطريقة الأسهل هذيك تعرفوا الناس السعودية وين الميكروسوفت تعرفوا شنو اسمهم هذا ما شنو اسم فهمت مسيو سكر الميكرو سيفو بلاي نواصلوا كبر كبر نستو بحار نواصلوا وي تفضل ستوفيق نواصلوا هذه المرحلة السادسة فماش عنده اشكالية قبل المرحلة السادسة باللي هي الولي اللي عنده صغيرته معاه سي بون بيهم باس توفيق قم باس كل اللي تاب العاشرة يا مدام شكرا لا حظات أنا جاي لا حظات شكرا شكرا حاجة اللي تاب سي ست ويت بالله سي عادل هاو معك سي توفيق راهو معنا قاعد يفسر الصغيرة عايش مدام أنا قاعد نتبع فيها ما أنا وصلوا اللي تاب ديس قاعدين نستناه وبش يوصل اللي تاب ديس ايه 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 ايه
كلهم لي زيتاب اون باغ اون سيل فو بلي. اوكي لي تاب نيميرو 7 تلاحظوا هنا لتاب... ديما عندنا هنا تعليمات باش نتعاوننا برشا. يمكنك العثور على الاثار تحت الماء، فتش في الاحجار الرمليه عن الصندوق. معناتها هي معناتها الهدف نتاعنا هو نفتش على الصندوق، والمره دي فيه كنز ريزمارين. دونك هنا هذا هو الصندوق وهذه الشخصيه. دونك تلاحظوا هنا نشوف هذه الشخصيه وهذا الصندوق باش نوصلوا. دونك نمشي للامام، واذا كان ثم مسار، دونك اذا كان ثم مسار الى اليمين باش يدور لليمين. دونك لاحظوا وين المسار، حتى بعينين نجم نشوفوا المسار. دونك ها واضح نمشي للامام. دونك هي الفكره، معناها الفكره كيفاش يوصل البلاصه هذيك. تنعودها ميساج، تنعودها هنا كرر حتى تحقق الهدف. معناتها باش يبقى الهدف هو الوصول للصندوق. تحرك الى الامام، اذا كان ثم مسار الى اليمين دونك واضح باش مش مثلاش حاجه مسار باش معناتها باش يدخل فيه مسار اخر ولا هنا واضح. دونك الطريق يمشي مش ديما يدور على اليمين، يدور على اليمين، يدور على اليمين. اذا كان ديما يدور على اليمين دونك دونك اذا كان المسار الى اليمين هما راهم ديما الادوات والمربعات موجودين هنا، الصحن موجودين هنا. دونك صحيح ثم افكار اخرى بادوات اخرى لكن يجب تستعمل كان هنا. هذه بالنسبة للمرحلة السابعة. نتعدوا للمرحلة الثامنة. دونك بالنسبة للمرحلة الثامنة، دونك كان جبال جليدية والآن حمام بركانية. تجاوز هذا الجزيرة البركانية وعثر على أسماك الاستوائية في الشعاب المرجاني. دونك نحن الهدف نتاعنا باش يوصل هنا باش تكثر عليه. المهم يتبع الطريق. دونك شوفوا لاحظوا هنا الطريق هو باش يتبعه هو باللون الازرق هذا. دونك لين يوصل لحشتوبي الاسماك الاستوائيه. وين الاسماك الاستوائيه؟ هاي دونك هذه دونك الاسماك الاستوائيه. دونك باش يمشي دونك هنا مرتين يلقى الطريق على اليمين ومرتين يلقى على اليسار. معناتها المهم سيرتو كي يوصل في الاخر هنا. دونك في الاول هنا ما عندناش اشكاليه. دونك ينجم يوصل حتى لهنا وبعد يدور زي ما على اليمين، لكن المشكله هنا كي يوصل هنا ما يلزمش يرجع على اليسار. دونك هنا الطريق اليمين هو الاول تشغيل. دونك تلاحظ باش تبع الطريق كان ينجم حتى اوكي. دونك وصل. دونك هذه المرحلة نجم نحسنوا فيها أكثر من هكا. دونك نستمر نمشي للمرحلة التاسعة. لقد تمكنت من بلوغ شعاب مرجانية. ابحث الآن عن قلب البحر. استخدم المرجان الأزرق والأحمر لبحث صندوق. عند التشغيل دونك هنا عندنا التشغيل ثم مرجان. هو هنا باش يعاون ثم زوج حاجات. مرجان هو لازم واحد قبل معناتها لازم يعرف الأشكال هذه والأسماء نتاعها. المرجان الأزرق هنا والمرجان الأحمر هنا باش ينجم يعطي يجاوب على البرنامج بالصحيح. دونك لاحظوا هنا إذا كنت تقف فوق المرجان الأزرق ها وصل المرجان الأزرق والمربع الأزرق باش يدور على اليمين. إذا كان فوق المرجان الأحمر باش يدور على اليسار. دونك هذه الفكرة لين يوصل للصندوق. دونك هذه الفكرة متبعة. اوكي المرحلة العاشرة. المرحلة العاشرة هنا هي الفكرة انه يستعمل الفانوس البحر. الفانوس هو المربعات الابيض الداخل تاع الابيض هذا هو الفانوس. ما تمشيش تبع الفانوس
دونك ها يمشي الامام اذا كان لقى فانوس اذا كان البوزيسيون نتاع المكان هنا دور على اليمين انت عاد دونك نشغلوها الهدف هو اللي يوصل الحبار الشكل نتاع الحبار هذا الموجود هنا دونك لاحظوا نقطة بعينين يقول كيتبع الفوانيس يوصل الهدف نتاعو تعدوا المرحلة الحادثة دونك هنا هو باش يبني دونك ابني جدارا من كتل الخرسان الأسود سوف ينشط هذا سوف ينشط هذا القنيط ولينشط هذا القنيط تلاحظوا وقتاش باش يدور دونك وقتاش باش يدور هو انه وقت يوصل فوق الفانوس باش يدور على اليمين وكهو وفي كل مره واش الحركه باش يعمل اول حاجه هو باش يتحرك الى الامام هي اكيد ما باش يتحرك للامام وفي كل مره قالك باش يبني هو دونك باش نزيدوا معاها ضع كتله البريزماري دونك هاي كرر حتى اكتمال القنيط كرر باش يبقى يعاود لين تكتمل القنيط هذايا دونك تحريك للامام اجباري وفي كل مره باش يحط الكتله نتاع البريزماري اذا كنت تقف فوق الفانوس هذه pardon باش نشجر اذا كنت تقف فوق فانوس البحر وين الفانوس المربع الابيض هذا اذا كنت تقف فوق الفانوس هذا واش باش تعمل هذه الاداه ولا السبب باش يخليك تدور على اليمين دونك تشغيل اوكي تلاحظ هنا بعد ما عمل الدوره كامله في شك في نفس الوقت مش يمشي هكا هو في نفس الوقت زيد يبني دونك يضف الكتل نواصلوا للمرحله الاخيره المرحله الاخيره تهانينا الان الماء مفتوح بانتظارك ابني شعب مرجانيه بركان والحطام سفينه العمل مطلوب معناتها ابني اي حاجه دونك هنا عند التشغيل مثلا تم يسر افكار نجم نخدموهم كرر مرتين معناتها باش يعمل تحرك الى الامام ويدور على اليسار دونك باش يمشي دونك شغلوه نشوف البرنامج نتاعنا عن الادوات هنا ضع كتلة من المرجان الاحمر وقلت معناتها هنا ابني شعبة مرجانية بركان حطام سفين معناتها اي حاجه نجم تبنيها هنا باستعمال الادوات هذو دونك هنا باش تحبس دونك هنا عندك انهاء تاع الخدمه تاعك دونك تجيك هنا اللي تحب تبارتاج الطريقه هذه دونك هنا انهاء جست باش اللي حاجته باش معناتها اكيد الشهاده في الاخر اوتوماتيكمون تعدت كان نجم نرجع دونك شفتو هنا عنا أكملت معنتها أكملت هنا تقصر عليها باش تخرج لك الشهادة السيرتيفيكا نتاع الفورماسيون نتاعك باش جو كليكي دونك باش تبدا تكتب الاسم هنا عادة اون فرونسي دونك سي بيان دونك خير من العربي دونك خاطر هنا كلها بالفرونسي ولا بالانجلي جيست بالانجلي وزكريفي دونك فوتر نو فوتر برينوم Et vous allez cliquer sur tasjil. Donc là, on a tasjil comme le nom de la communauté, comme le shade. Automatiquement. Bah, vous pouvez l'imprimer directement ou l'imprimer sur un format PDF ou le partager. Donc vous pouvez donc faire. Donc si je veux partager, je vais cliquer sur, par exemple, les comptes à Facebook. Et je vais choisir donc le groupe
partager dans un groupe. Ah, il y en a un fond. Partager dans un groupe. On aura peut-être que vous cherchez dans la page. Mandar un chèque Bafkari. Et vous pouvez taguer ou le doc marquer donc. Madame Zouhaim, Madame Inès. C'est Tawfiq, taguini, Anna, c'est Tawfiq. Ok. Please, please. Je te plaît, ça vient. تاكي الصغيرات عجبوني انا الصغير فما لاعب فما صغار عندهم فيسبوك بلي باغون تاعهم اسامي لي باغون تاعهم انا نحب ايوب انا ايوب عنده فيسبوك ولا سنه ثانيه ايوب دونك انا جو سي با علاش بوان مستخدم ايدونتيفي انا من شو يخلي يحيى Okay. Je ne sais pas, donc allez, le bouton de l'identification m'a donné. Je ne sais pas. Mais c'est ok. Je t'ai guidé. Juste argent le code.org. Argent le code.org. La page de Vika. Voilà, je suis sur Facebook. Clique sur Facebook. Je suis sur Facebook. Voilà, bien. ريتهم بوغ تاغي تمشي ايدونتيفي دي زامي ايدونتيفي دي زامي تختار انت الجروب اللي باش تعمل فيه اللي باش تبارتاجي فيه ومن بعد ايدونتيفي دي زامي هكا ظهرت لك تو ريتها تو ظهرت فوالا بارتاجي سو دونك J'ai déjà tagué dans un j'ai déjà. Donc je vais essayer de l'éliminer par la suite. Je vais essayer de l'éliminer par la suite. Je m'aide. J'ai déjà tagué mademoiselle Iman. Oui, mademoiselle Iman. Que je peux ajouter. Je connais Mahana, madame Rim, madame Nour. Qui veut ils doivent être mes amis, donc je peux ajouter seulement mes amis. Quelqu'un une question Madame Doha, on te bat avec invitation. Ah, c'est l'ami, donc vous pouvez donc. Juste, mon fond, vous pouvez choisir le groupe, donc Mendar et Cheikh Bafkari, mais je dis, c'est votre mire aussi, donc il y a quand même trop de choses que je ربي حبيت نسألك سؤال مدام ولا سي توفيق مرحبا ولا تفضل على ال أنا ولادي لعبوا مع بعضها معناها الثاني يعاود يعمل يعني يبدا الجو وحده باش تخرج له تنجم على بالي تنجم منها ديريكت ترني تنجم تعاود تكتب اسم اخر كملت Je vais vérifier dans le nom de la ou tu te payes ce mot. Tu te payes ce mot. Donc, je vais te faire un peu de temps. 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 يعطيك الصحة يا توفيق مدام زحام مسيو مدام إناس يعطيكم الصحة الناس الكل المشاركين وصغيراتهم وصغيراتهم ميرسي بوكو سي توفيق على الاكسبليكاسيون البسيطة وبالله ديما نأكد على الأور أوف كود لصغيراتنا راهو هو يلعب يحس روحه يلعب أما راهو يتعلم البرمجة ومع البرمجة برشا مهارات أساسية مهمة جدا جدا كيما البروبلم سولفينغ كيما حل المشكلات يعني ما تتصوروش الأور أوف كود قديشها مهمة للصغيرات راهو من عمر صغير بالكل دونك أكلاش بربي يجمو يبدأوا فيها مدام ضحى أكلاش والله حتى ثلاثة خمسة دونك ثم دي جو سهلين معناها ريتو انا احنا اخترنا اليوم حاجه سامبل راهو تلقى جو مرات انت حتى عبد كبير وما تنجمهاش ولدك يعملها معناه
انتم شوفوا مثلا انا إلزا، شوفوا موانا جاب لي جو اخرين، تو تشوفوا كيفاش تعطوا لصغير كيفاش يوحل وكيحلها قديش يحل، مع يبدا يخمم معناها شنو الكود باش يحطه، شنو باش يزيد، معناها شنو الميثود باش يعملها، معناها بصراحه يعني حاجه اكستراوردينير حسيلو. وي الصغار فيس ما يكبتوا، معناتها فيس ما يفهم الحكايه، معناتها دولير وما تنساهم يا سايش خير من الكبار بيان سور، عندهم الرفليكس خير منا احنا، احنا سيئ كثرنا. حسين يعطيكم الصحه، وواصلوا باللي صغيراتكم وروهم لي لوتر جو، خلوهم يلعبوا، راهم ماهمش قاعدين يلعبوا، راهم قاعدين يتعلموا في البرمجه في برشا حاجات تحفونا على الاخر، على الاخر تفيدهم بعد في الكوليج وفي السكوندير اكسيتيرا. ربي يبارك لكم ونهاركم زين ان شاء الله، لا بروشين ان شاء الله. يعطيكم الصحه برشا، شكرا لكم مدام.